قرية هوزي إغناسيو الهادئة تقع على الساحل الشرقي للأوروغواي، وهي أصبحت قبل 10 سنوات مقصدا للسياح الأمريكيين واللاتينيين والأوروبيين الذين بأموالهم الطائلة دفعوا بأسعار العقارات هنا للصعود بشكل جنوني. العقارات كهذا على الواجهة البحرية بيعت العام الماضي ب1.5 مليون دولار. هذا المنزل اشتراه زوجان أرجنتينيان، وحالهما حال كثيرين هنا، أغراهم الجو الهادئ والطبيعة الخلابة في هوزي إغناسيو. إنه حقا أمر ساحر بالنسبة لنا أن تكون لدينا قطعة أرض نستمتع بها، وخصوصا أن أولادنا يستطيعون سماع صوت المحيط صباحا واختبار سكينة الشاطئ. هنا كل منزل فريد من نوعه وصممه مهندسون من بين الأشهر في العالم، وكذلك توجد مزارع أدخلت عليها لمسات من الحياة المترفة. وللمحافظة على طبيعة المكان وضع السكان قوانين تمنع إقامة الأبراج والفنادق وحتى الحانات والملاهي الليلية. نريد مكانا يأتي إليه الناس لأنهم يحبون الشاطئ وصوت الريح والأمواج التي تتكسر على الرمال، لكن السكان المحليين يقولون أن الاستثمار لم يأتي عليهم بالفائدة. اقتصاديا قد يكون هناك مال كثير هنا، لكن عدم القدرة على امتلاك منزل في المدينة يجعل من الصعب أن تكون حياتك سهلة. 2500 شخص يقضون العطلة الصيفية في هوزي إغناسيو، لكن 30 منهم فقط يبقون على مدار العام، فالناس المحليون باعوا ممتلكاتهم ولم تبقى هنا سوى عائلة واحدة.